وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. يعني كيف تابعت إقرار مجلس النواب لتعديلات وزارية شملت 13 حقيبة؟ هو طبعا التعديل يأتي في إطار طبعا ضخ دماء جديدة داخل الحكومة المصرية، العمل على الاهتمام بالمواطن المصري والاهتمام بالنشأ المصري والاهتمام بكل ما هو جديد في الجمهورية الجديدة. طبعا النهاردة احنا شفنا مجلس النواب وهو بيوافق على التعديلات داخل الحكومة المصرية. طبعا كان في هناك سعادة من النواب نفسهم بهذه القرارات وبهذه التغييرات التي تمس طبعا المواطن المصري وتعمل على توفير خدمة جيدة للمواطن المصري في كافة المجالات. الاختيارات كلها حتى كان في تقبل كبير من النواب في مجلس النواب، تقبل لأسماء المرشحين في الحكومة في التعديل الوزاري، وده اللي احنا شفناه حتى من التصفيق على أسماء من تولوا حقائب وزارية جديدة. يعني أستاذ جمال، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن التعديل الوزاري بيستهدف تحديدا تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، خاصة على الصعيد الداخلي وأيضا الخارجي. بتساهم أيضا كل هذا في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت. كيف يمكن للحقائب الجديدة تحقيق هذه الأهداف؟ طبعا تطوير الأداء الحكومي وتطوير وخدمة الدولة وخدمة المواطن طبعا تأتي من خلال استخدام أحدث الوسائل الإدارية الحديثة في مجال الإدارة، النظم التي تواكب التطوير والتحديث اللي على مستوى العالم كله. احنا داخلين على الجمهورية الجديدة، فلازم يكون يتناسب ذلك مع التعديل مع متطلبات المرحلة القادمة. احنا شفنا التغييرات والاختيارات كلها بتهدف الى العمل على التطوير في هذا المجال، العمل على الملفات المهمة داخل الدولة المصرية وخارج الدولة المصرية من خلال الاختيارات كلها، اختيارات في منتهى الدقة وفي منتهى الاحترافية، يتم اختيار كل في مكانه بشكل ان هو يوفر القدرة على مواكبة التطور، تحسين الأداء الحكومي، تحسين العمل داخل الدولة، العمل على الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في كافة الاتجاهات. فكانت الاختيارات كلها دقيقة، الاختيارات تتم بعناية شديدة جدا من أجل العمل بشكل متسارع من أجل الدخول إلى الجمهورية الجديدة بشكل راقي وبشكل احترافي أيضا. وهو ده اللي شاهدناه في كل الاختيارات وفي كل التعيينات. الوزراء الجدد هتجدي خلفياتهم كلها خلفيات قوية وخلفيات مهمة وعلى أعلى مستوى من الدراسات والكفاءات، في كلهم في مجاله وكلهم في تخصصه. فده هيرفع من كفاءة طبعا العمل الإداري داخل الدولة، هيرفع على الأداء الحكومي داخل الدولة، وأيضا هيضيف مكاسب كبيرة كلهم في موقعهم إن شاء الله. أستاذ جميل، يعني بتقدير حضرتك إيه النقاط المهمة اللي يجب التأكيد عليها خلال الفترة القادمة من خلال هذه الحقائب الجديدة؟ هو احنا شفنا طبعا التطوير اللي تم داخل الدولة في العديد من المواقع. طبعا ما سيتم الآن هو امتداد للعمل السابق. احنا شفنا في مجال التعليم هناك تطوير وتحديث حدث خلال الفترة الماضية في مجال التعليم، ولكن هناك المزيد من المجالات اللي يجب أن يتم أيضا العمل من خلالها، وده من خلال وزارة التربية والتعليم. أيضا بالنسبة لمجال السياحة وتطوير الأداء السياحي وجذب السياح جدد، والعمل على العمل بفكر احترافي جديد طبعا في مجال الاختيار في مجال السياحة، أيضا في مجال التجارة والصناعة، في كافة المجالات. حضرتك لو شفنا هتجد كلها مجالات تهم الدولة المصرية بشكل كبير، وكلها
الهدف منها التطوير والتحديث كل في كل مجال، جذب استثمارات خارجية، العمل على فتح مجالات للاستثمارات أيضا في الداخل، فتح مجال الصناعة والتجارة، وأيضا العمل على رفع كفاءة الأماكن السياحية داخل الدولة المصرية، جذب سياح للدولة، كلها في مجالات تمس فعلا الدولة المصرية وتمس مقدرات الدولة المصرية. الكاتب الصحفي جميل عفيفي، شكرا جزيلا لك.